من المنتخب هنروح للأهلي. إيه اللي بيحصل في الأهلي؟ النهاردة كان في اجتماع للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي مع شركة الكورة اللي بيرأسها المهندس عادل القيعي طبعا، وعضوية خالد عبد القادر، وبحضور أمير توفيق القائم بأعمال المدير التنفيذي. ليه الاجتماع؟ الاجتماع كان عشان التحضير للفترة اللي جاية، أيوة فترة الانتقالات الشتوية. ولما نقول الانتقالات الشتوية يعني الصفقات ويعني التدعيمات اللي عاوزها كولر، وبتتكلم برضو كمان عن ملف التجديد لعدد من نجوم الفرقة. بمناسبة الصفقات، كنت قلت لكم من فترة انه الاهلي حسم صفقة عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر، و يعني عمر كده كمال عبد الواحد هو اول صفقات النادي الاهلي في يناير اللي جاي ان شاء الله. الحديث دلوقتي فقط عن الفلوس، فلوس عمر كمال عبد الواحد، خاصة ان نادي فيوتشر طلب انه يحصل على لاعبين على سبيل الاعارة. مين هم؟ فيوتشر عاوز كريم نيدفيد، وعايز كريستو طبعا نداوي كريستو اللاعب التونسي، او صلاح محسن. القرار النهائي اكيد هيكون لمارسيل كولر اللي هيحدد مصير كريستو او صلاح او نيدفيد. اما ملف التجديد، النهارده تم الاتفاق على انه يتجدد عقد محمد هاني ظهير ايمن الفرقه، على جميع الاجراءات وتفاصيل تجديد عقده، على انه يتم الاعلان عن التجديد لمحمد هاني في خلال ايام. الاهلي حسم ملف التجديد كمان مع محمد هاني بعد ما حصل على موافقه مارسيل كولر اللي قال انه محتاجه جدا الفتره اللي جايه، ومحتاج انه يجدد له، وهيكون ان شاء الله لمده 3 مواسم هتبدا من الموسم اللي جاي. والاهلي هيعلن رسمي عن هذا التجديد خلال الايام، خلال مقابل 42 مليون جنيه. في لعيب تاني عقده بيخلص الموسم ده، وهو عمرو السوليه. حاسه ان احنا نسينا عمرو السوليه شويه، لكن هنا في ازمه شويه في تجديد عمرو السوليه. ليه؟ لانه الاهلي ما عندوش مانع في الاول خالص، يعني بدايه، من انه يجدد عقد عمرو السوليه، لكن النادي عايز يحط بند في العقد الجديد ده، وهو انه السوليه لازم يشارك بنسبه 75% من مباريات الفريق في الموسم الاول علشان يتم تفعيل الموسم الجديد، الموسم الثاني. الشرط ده هو ده اللي عمل الازمه ما بين الاهلي وما بين اللعيب، لانه السوليه مستغرب من موقف النادي، لانه النادي زي ما تقولوا كده ايه، مصر على وضع البند الغريب ده، لو فينا نقول يعني او نوصفه، لانه البند ده لانه عايز يجدد موسمين بدون اي شرط. ده بالنسبه لعمرو السوليه. الاهلي بقى شايف ايه؟ شايف ان الشرط ده مش عيب، ما فيهوش اي مشكله، خاصه مع اللاعب اللي داخل على 34 سنه. وبالمناسبه عمرو السوليه بقى سليم تماما، يعني سليم تماما من الاصابه اللي كان بيعاني منها او تعرض ليها في العضله الخلفيه. ده بالنسبه لعمرو السوليه. بالبند ده بقى هو بالنسبه لعلي معلول، وهقول لكم بكره تفاصيل بقى عن علي معلول.